فوق الله اكبر بالترحاب والمسرة أهل بلدة غدوة جنوب سبها يستقبلون طلائع قوات المسلحة الليبية التي خرجت لتوها من معركة دكت فيها فلول العصابات التشادية المعتدية على التراب الليبي ومن والاها من ميليشيات محلية. شعبة الإعلام الحربي لم تنفك تبث الفيديو المحقق تلو الآخر لانتصارات الجيش في الجنوب، وتوضح الصورة هنا وتوثق قبض منتسب الجيش الوطني على عنصر معتد من قوة أجنبية غازية لأرض الجنوب الليبي ممن هاجموا الجيش في غدوة. الله أكبر. وهنا أسير أجنبي آخر وجنود الجيش يترحمون على رفاقهم ممن قضوا في ميدان المعركة ذودا عن تراب الوطن. بعد دخول سبها بأقل الخسائر والمواجهات، المعركة الأكبر بدأت من اشتباكات غدوة وما سيأتي إلى الجنوب الأقصى غربها وشرقها في مطاردة على أرض شاسعة حتى طرد آخر مسلح أجنبي. وفي خضم هذه التقدمات والانتصارات تحرص القيادة العامة للجيش الوطني من خلال تنويهات شعبة الإعلام الحربي على تحذير كافة الجنود بمختلف الوحدات وكافة المواطنين في الجنوب من مغبة بث أي صور أو مقاطع فيديو عن تحركات وتمركزات الجيش والمناطق التي يمرون بها، وكل من يثبت عليه ذلك يتعرض للمساءلة القانونية حسب الشعبة، حرصا على السرية كلا يستفيد العدو من أي معلومات فيباغت قوات الجيش الوطني.